طبعا الملف التاني وده الملف مش عايز اقول الاهم لكن ملف من اهم الملفات اللي بتمثل قضية حياة او موت للدولة المصرية هو التنمية الصناعية. وعشان كده كان تكليف سيادة الفريق كامل الوزير بهذا الملف. ويمكن بعض تساءل عن ان سيادته بيشغل وزارتين او حقيبتين، ودول الحقيقة كان ليهم هدف مهم جدا. سيد الوزير كامل الوزير الحقيقة من نقدر نقول عليه الحقيقة بمنتهى الأمانة كفاءة إدارية وتنفيذية من الدرجة الأولى. والحقيقة الطفرة الكبيرة اللي حصلت في وزارة النقل يعني ادتنا اطمئنان إن شاء الله إن هو مع توليه أيضا منصب حقيبة الصناعة هيكون بإذن الله قادر بدعم مجلس الوزراء كله إن هو يقوم بهذا المنصب. ولكن ما زالت هناك ملفات في وزارة النقل، مشروعات كبيرة تستدعي استمرار إشرافه عليها. فعشان كده كانت فكرة إن هو حمل الحقيبتين وإن هو يبقى مسؤول عن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. ويمكن أنا هتكلم على موضوع المجموعات الوزارية اللي هيتم تشكيلها في خلال الفترة الجاية، ولكن يبقى ملف الصناعة كله يبقى معاه مع استكمال مشروعات النقل. كان هناك استحداث لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ودي كان هناك مطالب كثيرة بعودة هذه الوزارة في ضوء ان احنا النهاردة كلنا بنتكلم على محتاجين نجذب استثمارات خارجية اكبر، ولازم يبقى هناك شخصية متفرغة لهذا الموضوع. الحمد لله الدولة يعني حضراتكم تابعتوا السنة اللي فاتت اعتقد تعتبر اعلى سنة في تاريخ مصر في جذب الاستثمارات، طبعا مع دخول صفقة رأس الحكمة. ولكن احنا محتاجين استدامة هذا الموضوع ويبقى هناك جهد مستمر لجذب استثمارات خارجية مباشرة والتواصل مع المستثمرين في الداخل والخارج، ويبقى قادر على تحقيق مستهدفاتنا في هذا الأمر. ومن هنا كان الرغبة في عودة هذه الوزارة، ولكن أيضا دمجنا معاها قطاع التجارة الخارجية اللي كان موجود في وزارة الصناعة. وهدف هذا الموضوع ان قطاع التجارة الخارجية الترويج لمصر بيبدأ من الخارج زي ما هو بيبدأ أيضا من داخل الدولة. ومش فقط أنا بتكلم على استثمارات في مجالات مختلفة زي التنمية السياحية أو التنمية العقارية، ما هو في جزء من الترويج للاستثمار بيبقى عشان ملفات زي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضا. ولكن الأهم هو تعظيم الصادرات المصرية. احنا بنتكلم على ان احنا عايزين نعظم مواردنا من العملة الصعبة. التعظيم بيجي من ان انا ازود استثمارات أجنبية مباشرة جوه البلد وازود صادراتي بالتأكيد، يعني مع طبعا موضوع تمكين وتعميق الصناعة المحلية عشان نقلل فاتورة الاستيراد. لكن جناحي موضوع الاستثمار وجذب عملة أجنبية بيأتي من استثمار خارجي وأيضا إن أنا أزود صادراتي. فعشان كده ربطنا الملفين مع بعض عشان يبقى فيه وزير مسؤول عن الملفين ويقدر إن هو يشتغل عليهم عشان نحقق موضوع هدف تعظيم الصادرات المصرية.